شنو عادي استغفر الله عادي عادي يعني شنو أنا الحين هاي موضوع وشرفك هاي موضوع حيسولف هذا موضوع هاي موضوع الحين نتناقش فيه لا نتناقش في شيء مفيد قل لي أنا شنو أنا شنو أنت شنو والله العظيم ما راح أضوج لازم أعرف أنا عندي فضول أعرف يعني لحظة عشان بس أقول مفردات يعني شلون يعني مثلا شخص منافق أنا؟ أنا قلت منافق؟ أنت تحط كلام لا أنا قاعد أفهم على موضوع لا اي بس في اشياء يعني مثلا قلتها عرفت انها مو صج انا اشياء قلتها عرفتيها انت مو صج اي شلون عرفتيها اليوم عرفت شلون انت تعرف شنو تعرف شنو الشيء بس انا ما احتاج اقوله عرفت انه مو صج كلمت بيه شنو مساعد كلمت بيه ها عن شنو قصدك شنو الشيء مو عن قصدي أنا خلاص طوف خلنا نتحكي في شيء ثاني أوكي يعني أنا مسوي شيء من وراك أنت مثل ما كنت تدرين لا 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 شنو سويت؟ لا قول لي شنو سويت؟ أقول؟ لا أقول شنو سويت؟ أنا ضايقتك؟ أكيد شنو سويت؟ عفوا كنت لا لا عاد لا هاي لا 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 صدق هاي عقل يفهم لحظة شوي أنا شنو سويت؟ أنا ما لا كنت قاعدة طول الوقت عادي كنت أنتظر دوري وما كانت أغنيتي جاهزة ومشيت من أجى دورك؟ شنو؟ انت كنت تغني خلصت نزلت وانا انشغلت رحت رجعت بس ما في شيء شنو قلت شنو؟ لو انت غبية لو قاعدة تغابين لا انا شنو سويت؟ انا حتى مو قاعدة انا ما اقدر اي بس يعني عن عن دورك شنو حكيتي؟ خلاص الموضوع وشنو احنا حاكين قاعد اللي قدامك مو صخرة هم عنده قلب وهم عنده احساس وهم يفكر انا لحظه ما علي انا لحظه انا قلت شيء ولا تصرفت عشان اعرف شنو لا قلتي قلت كلام شنو قلت قلت لك عن الناس غير ما قلت لك عنك طبعا قلت انا بالعيمي اي بالعيمي تعورني قاعد تلفين وتدور ما قاعده الف ودور ما قبل قاعده اسالك الف ودور يلا خلاص هذا بس انا اقول لك ما قاعد الف ودور قول لي شنو انا ابيك تقول لي شنو اذا في شيء انصر انا قلت لك كلام عنك عني شنو قلت لك ضليت تبكين هاي الدراما هاي يعني انا مرتضى عيب عشان قلتي هذا الغبي قاعد لا هذا شو عيد والله العظيم ما فاهمة قسم بالله ما فاهم والله العظيم علمك بالاستوديو وغيره وغيره لا قصدك واحدة اثنين ثلاثة شوف لحظة لا بدك لا فدوة إذا صدق ما تردين الموضوع يتطور لا تبررين موقفك أنت لحظة إذا تردين الموضوع ما يتطور لحظة سد الموضوع أنت من صدقك والله العظيم رجاء هاي شيء ضايق هاي شيء طاف لا قلت لي سد الموضوع إذا ما تردين تطورين سد الموضوع وبالعكس راح تشوفيني غير مرتضى يعني عادي أوكي تدري شنو بس نتأخذ
روح 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 خليني روح بليز روح هناك صار لي تعال شو شو فيش ما فيش خير انا جاي لك شنو عندنا تسجيل بالاستوديو بهزر